بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض يا جماعة إن شاء الله نعمل القسم الخاص بالكونتاكت أس. قسم الكونتاكت أس بسيط جدا وظريف، وبإذن الله هيكون فيه شوية تطبيقات وتركات حلوة. طبعا مفيش أي حاجة تخص الجافا سكريبت في القسم ده، عشان الناس اللي ماشية في التصميم بس ما يحصل لهمش بقى أي يعني مشاكل إنه عمال يكتب كود جافا سكريبت، بس عايزين جزء التصميم نهتم بيه هو كمان. ده الكونتاكت ديف الرئيسي اللي بيمسك السكشن، جواه هيكون في عندي كونتينر. بعد كده محتاج ال H2 اللي احنا بنضيفه في كل الأقسام، لأن هكتب فيه كلمة كونتاكت مثلا أو جملة كونتاكت أس. بعد كده محتاج قبل ما أعمل أي حقول عندي وقبل ما أنشئ الفورم وقبل الكلام ده كله، خلينا نشوف الشكل والفكرة اللي أنا عايز أعملها. أنا عايز أحط في قسم الكونتاكت ده زي ماب كده. الماب دي يا شباب ممكن تجيبها من جوجل، ممكن تجيب أي صورة شبهها مفيش مشكلة خالص. والماب دي هتكون هي الباك جراوند بتاعت القسم كله، وهنحط فوقيها اوفرلاي. هقول له مينيمم هايت مؤقتا بس كده 600 لحد ما نبني العناصر بتاعتنا، بعد كده هنشيل القيمه دي. بعد كده هقول له انه الباك جراوند ايمج يو ار ال، الصوره بتاعتي هتكون جوه الصور، ادي الصور واسمها كونتاكت، دي الصوره بتاعتي. وهقول له باك جراوند سايز كفر عشان الصورة تكون كفر للسكشن. هنشوف مع بعض زي ما انتم شايفين الحمد لله كله تمام، وهي دي الفكرة المبدئية بتاعتنا ومفيش فيها اي مشكلة خالص. هنعمل بقى ببساطة شديدة نفس اللي كنا بنعمله في الاقسام التانية، بادنج طب 80 بكسل او 60 زي ما انت تشوف المناسب ليك، بادنج بوتوم 80 بكسل برضو زي يعني فوق زي تحت بالظبط، وهنديله بوزيشن ريليتيف عشان موضوع الاوفرلاي اللي احنا محتاجين نعمله. بعد الكونتاكت على طول وقبل ما ندخل في الفورم محتاجين الاوفرلاي ديف اللي هو هيحط طبقه شفافه فوق العناصر بتاعتنا او فوق الماب عشان نتحكم فيه براحتنا. عايزين جوه الكونتاكت كده يكون عندنا ديف اسمه اوفرلاي بالشكل ده. الاوفرلاي ده يا جماعه هيكون البوزيشن بتاعه في الوضع المطلق زي ما اتعودنا في الاوفرلايز اللي عملناها قبل كده. الليفت هيكون صفر، التوب هيكون صفر، الويدث هيكون 100%، الهايت هيكون 100%. بعد كده محتاجين اللون، ممكن اقول له باك جراوند كلر، وهنستعمل الريد جرين بلو الفا، اللون الابيض 255 255 255، والاوباسيتي هيكون 6. في طريقه تانية ان انت تكتب بيها السنتاكس اللي انت شايفينه ده، ممكن تكتب ار جي بي وما تحطش خالص الكوماس دي، وتيجي هنا الستة اللي انت عايز تعملها دي هتقول له على 60 او عفوا على 60% بالشكل ده. الجزء اللي فوق ده خلينا نهمش دي، نبص بصة ده الشكل بتاعنا. خلينا نعمل دي ونهمش دي، نبص بصة نفس الشكل اهو كله تمام. يعني انا اسيبها لك عشان لو حبيت تستخدمها مفيش مشكلة خالص. طيب كده تمام، وعملنا الاوفرلاي بتاعنا وكله زي الفل، ومحتاجين نبدا نشوف التقسيمه بتاعتنا هتتم ازاي او ايه الشغل اللي انا محتاج اعمله. اول حاجه ال H2 بتاعنا عايزين اول حاجه نلونه، ومحتاجين ان الكونتينر بتاعنا كله بالعناصر اللي فيه كلها يكون فوق الطبقه، لان هو دلوقتي مش فوق الطبقه. عشان تتاكد من الكلام ده خليني اقول لك دلوقتي كونتاكت بالشكل ده H2، وهنلون ال H2 نفس التنسيقات اللي عملناها في الأقسام التانية يا شباب سريعا عشان نكسب وقت في الفيديو. فونت ويت بولد والفونت سايز والكالر الرئيسي والمارجن من فوق صفر من على اليمين صفر من تحت 60، تكست الاين سنتر، وهتلاقي زي ما انت شايف ان الطبقة الاوفرلي فوق الهيدنج بتاعنا، وده طبعا مش هو اللي احنا عايزينه. عايزين نقول له هنا انه الكونتاكت دوت كونتينر بوزيشن ريليتيف والزد اندكس هيكون 2 علشان يكون فوق الطبقه بتاعتنا بالعناصر بتاعته كلها، وهو ده المطلوب بالظبط عشان الاوفرلاي طبعا ما يعملناش مشكله او يكون فوق العناصر ومخلي شكلها بايخ. حلو جدا الكلام ده وزي الفل وتمام. ندخل بقى على الجزء الخاص بالفورم بتاعتنا. الفورم يا شباب او الفكره اللي احنا عايزين نعملها ان هيكون عندنا فورم، نشوف مع بعض دلوقتي تحت ال H2 هيكون عندنا فورم بالشكل ده. الفورم دي هيكون فيها كولم على الشمال وكولم على اليمين، اللي على الشمال اسمه ليفت مثلا واللي على اليمين رايت، تقدر تسميه باي اسم، انا ما عنديش مشكله في التسميه، وقلت لك ان احنا في كورس تعليمي مش حابب اضيع وقتك في التسميه. ده هيكون ليفت وده هيكون رايت بالشكل ده. الليفت ده هيكون فيه 3 او 4 حقول ادخال زي ما انت عايز، انبوت تايب تكست نوعه
الـ input بتاعي نوعه text، الـ placeholder هنكون كاتبين فيه your name مثلا، وبعدين الـ name عشان القيم اللي بتتبعت نسميها مثلا your name أو user name زي ما تحب. بعدين هناخد منه كده نسختين تلاتة، ده text التاني your phone، ممكن تخلي نوع number لو حابب مفيش مشكلة، ده phone. التالت هيكون نوعه email وهنكتب عليه your email، وهنا النيم اللي بتبعت ايميل. واخر حاجة ممكن مثلا خلينا تكست اوكي ماشي، ونخليه يور مثلا او سبجكت الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه، والنيم برضو هيكون اسمه سبجكت. بالنسبة للرايت هيكون عندنا تكست اريا، التكست اريا النيم بتاعها ممكن نسميه مسج، مش محتاجين الروز والكولومز والكلام ده كله لان انا هنسقها بالسي اس اس، محتاجين بس البليس هولدر نقول له ان دي انت هتكتب فيها يور مسج مثلا. بعد كده محتاجين الانبوت تايب سبميت عشان نبعت الكلام ده او الزرار، والفاليو بتاعته هتكون كلمة سند او كلمة كونتاكت او اي كلمة تعجبك مناسبة للفكرة بتاعتك. ده الشكل العادي قبل ما نعمل اي تنسيقات خالص. طيب محتاجين دلوقتي اول حاجة ان احنا نبدأ ننسق الفورم بتاعتنا. اول حاجة خالص هنعملها في الفورم عشان انت تشوف هتعمل العناصر بتاعتك بالفليكس ولا بالفلوت، احنا طبقنا على كله فما عندناش مشكلة خالص. بعد ال H2 على طول هنا هقول له dot contact، وبعدين الفورم اللي جوه الكونتاكت. طبعا يا شباب لو احنا عملنا العناصر بتاعتنا ان هي تملى الكونتينر كله، هتكتشف ان انت عندك انبوت فيلد واخد نص الشاشة، ودي طبعا بايخة ان هو يملى الشاشة كده. هتشوف دلوقتي يعني ايه بايخة ويعني ايه وليه تملى الشاشة ويبقى شكلها بايخ، بس بعد ما نظبط التنسيقات بتاعتها. الفورم بتاعتنا هنقول له overflow hidden عشان احنا هنخلي الليفت والرايت دول يتعمل لهم float، وبعدين محتاجين انه يكون الفورم دي ليها سايز معين وتكون في النص، بس مش هنعملها لما تشوف المشكلة الاول بنفسك. هقول له contact بعدين form بعدين left column، left column هيكون float left وهيكون الويدث بتاعه 50%. نفس الكلام ده هنعمله في الرايت، بس هنقلب اسم الكلاس وهنقلب الفلوتنج بالشكل ده. اول حاجة هتلاحظها انه انت ما ينفعش يكون كل واحد 50% علشان العناصر بتاعتك اللي جوه هتلزق في بعضها، واحنا مش عايزين العناصر تلزق في بعضها. هتقول لي هتلزق في بعضها ازاي؟ اقول لك برضو هوريك دلوقتي حالا عشان تشوف بنفسك. هقول له contact، بعد الكونتاكت الفورم، بعد كده الانبوت، تمام؟ بعدين نفس الكلام ده dot contact for text area. الكلام اللي انا هعمله ده كله هينطبق على الانبوت كلها وعلى التكست اريا كلها. اول حاجة هتكون display block، دي اول حاجة الويدث بتاعها هيكون 100%، تمام جدا. ممكن نديها padding 10 بكسل، تمام جدا. ممكن نديها margin bottom 15 بكسل عشان يبقى في مسافة بينها وبين اللي تحتها، تمام جدا. ممكن نغير البوردر نخليه بوردر 1 بكسل solid 3C، تمام جدا. لحد هنا كل الكلام ده ظريف وفيهوش مشكلة خالص، وهنبص مع بعض على الشكل. هنا المشكلة اللي قلت عليها الاولى، اول مشكلة انه الانبوت كبيرة جدا زي ما انت شايف ومالية الشاشة، واحنا مش محتاجين حاجة زي كده، كده كتير. فهاجي عند الفورم واقول له انه الماكس ويدث بتاع الفورم هيكون 800 بكسل او 600 بكسل حسب ما انت شايف للتصميم بتاعك. فجت كده كده تمام زي الفل، واخليها تكون في النص باني اقول له مارجن اوتو بالشكل ده، كده بقت في النص ماكس ويدث 800، ظريفة ما مالتش الشاشة كله تمام. نيجي للجزء بتاع المشكلة اللي قلت لك عليها ان العناصر هتكون لازقة ببعض زي ما انت شايف، فنيجي عند الليفت نخلي الفلوت ليفت تمام زي ما هو، بس الويدث هيكون 49%، والاخ ده برضو 49%، وده رايت وكله تمام. كده بقى عندي ديف على الشمال الويدث بتاعه 49 وعلى اليمين 49، وبقى في مسافة بينهم 2% زي ما انت شايف، والحمد لله كله تمام وزي الفل. طيب اول حاجة تلاحظها ان التنسيقات اللي احنا عملناها اتطبقت كمان على السند بوتن، ده شيء كويس لو انت محتاجه، بس اما نيجي نعمل بقى خلفيات ونغير ونعمل والكلام ده هيتطبق على ده؟ لا انا مش عايز كده. طيب هوريك معلومة من المعلومات اللي في ناس كانت بتتلخبط فيها عشان برضو تطمن وتبقى ماشي صح وسليم باذن الله. لو انا عايز اقول له ان انا محتاج انسق كل الانبوت ما عدا انبوت معين، هقول له نوت هنا اهي جوه النوت ميثود، محتاج اقول له ايه النوع اللي انت مش عايز يتطبق عليه التنسيق ده. هروح عامل الكوس ده كده واقول له تايب بيساوي سبميت، يبقى اي انبوت ما عدا السبميت والتكست اريا كمان معاه تعمل عليهم التنسيقات دي. كده تمام الحمد لله، كده احنا تارجتنا جميع الانبوت ما عدا الاخ ده لوحده اللي هو الانبوت تايب سبميت عشان انا فعلا مش عايزه.
طيب حلو جدا، تعالوا مع بعض نعمل بقى باك جراوند كده شفاف. هختار لون كده سريعا عشان ما ضيعلكوش وقت الفيديو، خليني اقعد اعمل كام تجربة بسرعة واطلع لكم لون حلو عشان نكسب وقت. بالشكل ده، ده اللون بتاعنا. حلو اللون ده جدا، شفاف زي ما انتم شايفين، والخلفية اللي ورا بقى شكلها أظرف شوية، ولسه طبعا مكملين عشان نشوف احنا محتاجين نعمل ايه. نيجي دلوقتي للجزء بتاع الفوكس. لما تيجي تعمل فوكس على واحد من الانبوت، شايفين اللون ده وحش مش عاجبني، انا عايز الفوكس لما اجي اعمله يكون باللون بتاعنا اللي هو اللون اللي الشخص بيغيره فوق. طيب نفس الجزئين اللي انت عملتهم دول بالظبط كده اهو، هناخدهم هنا، بس المره دي هنكتب بقى فوكس. هاجي هنا اقول له بعديها فوكس، وهنا بعديها فوكس. لما نفوكس على الحقل الانبوت اللي نوعه مش سبميت او التكست اريا هيحصل ايه؟ هقول له انه الاوتلاين هيكون 1 بيكسل سوليد، وبعدين الفار مين كلر بتاعنا بالشكل ده. طبعا يا جماعه لو انت مهتم بالانترنت اكسبلورر، الكاستم فاريبل في سي اس اس مش شغاله على انترنت اكسبلورر، لازم تراعي الموضوع ده عشان تكون فاهم الفكره. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نحدد هايت معين للعناصر بتاعتنا، علشان لو حصل ان احنا عايزين نخلي التكست اريا قدها بالظبط، محتاجين ان يكون في هايت معين ثابت. هتقول لي ليه؟ هقول لك مثلا على سبيل المثال لو جينا عند الاخ ده وشفنا الهايت بتاعه هتلاقيه 40.4، لا انا عايز اخليه 40. يعني ايه 40.4 دي؟ فخلي الهايت بتاعه 40 عشان اقرب وتبقى الدنيا تمام وسليمه. طيب الكلام ده بقى شامل كل الانبوت والتكست اريا مثلا؟ لا، الكلام ده مش شامل كل الانبوت والتكست اريا، التكست اريا ليها هايت مختلف خالص. فانا محتاج جميع الانبوت، هقول له دوت كونتاكت بعدين فور بعدين انبوت، كل الانبوت انا محتاج الهايت بتاعها يكون 40 بكسل كلها بما فيهم السبميت كمان. انا عايز السبميت كمان يبقى 40، ما هو انا عايزه يبقى قدهم. حلو جدا. طب بالنسبه للتكست اريا، التكست اريا موضوعها مختلف. هتقول لي ازاي؟ هقول لك واحده واحده كده معايا ونشوف ازاي نجيب الهايت بتاعها. دلوقتي الحجم بتاع الانبوت بتاعك ده 40 بكسل الهايت، بعدين مارجن بوتوم 15. فلو انا عايز التكست اريا تبقى قد الثلاثه دول، الثلاثه دول عندك 3 في 40 ب 120 و15 و15 30، يعني 150 بكسل هتخلي التكست اريا قد الثلاثه دول. فهاجي عند التكست اريا اقول له ان الهايت 150 بكسل بالشكل ده، التكست اريا بقت قدهم وبقت 150 بكسل فعلا والحمد لله كله تمام وزي الفل. نيجي بقى عشان ننسق السبميت بتاعنا، السبميت لوحده بقى دلوقتي انت بتتكلم في السبميت، فهقول له دوت كونتاكت بعدين فور بعدين انبوت والتايب بتاعه سبميت. طبعا انا عايزك تتعود على الادفانسد سيلكتور، انت ممكن تضيف عليه كلاس وتكتب اسم الكلاس وتريح دماغك، بس انا عايزك بس تتعود على الموضوع مش اكتر. هقول له بادنج 10 بكسل، تقريبا دي نفس الخواص اللي اديناها للعناصر التانيه بس انا حبيت افصلهم لك عن بعض، والهايت هيكون 40 في كله خلاص مش محتاج اضيفه، وبعدين الويدث هيكون 100% زي ما عملنا في البوت ستراب كده. لو تشوف الزرار اللي هو اسمه بوتن بلوك اللي هو بيملى الشاشه العرض، طبعا الويدث 100%، وبعدين ممكن تشيل البوردر او نخلي البوردر شفاف. هقول له بوردر كلر ترانسبيرنت، مش عايز انا بوردر او مش عايز ليه لون. الباك جراوند بقى هو ده اللي هناخد من الكاستم فاريبل بتاعنا، هخليه ياخد اللون بتاعنا اللي احنا عاملين نغيره براحتنا مين كلر. ده بالنسبه للباك جراوند الخاص بالزرار. الكلر بقى نفسه لون التكست هيكون ابيض، والكارزر بوينتر عشان الشخص يعرف ان هو كليكابل بالشكل ده. كده بقى عندنا الحمد لله المطلوب وكله تمام وزي الفل، وتقدر تغير الالوان عشان تشوف هتبقى عامله ازاي. حلو جدا جدا جدا. اخر حاجه هنعملها، حاجه من الحاجات عشان نختصر وقت الدرس سريعا، هي موضوع اللي هو البليس هولدر. لما تيجي تدوس على الحقل عايزين البليس هولدر يختفي، بدل ما يكتب مثلا تيجي تكتب عشان يختفي وتمسح يرجع تاني، لا احنا عايزينه يختفي عن الفوكس. فدي حاجه من الحاجات السهله جدا جدا جدا، ان انت بتيجي تقول له مثلا ان انا عايز عند التكست اريا بالشكل ده، بعدين هعمل ايه على التكست اريا؟ هعمل فوكس. بعد الفوكس لو جيت قلت له ان انا محتاج انه الويب كيت مثلا، ادي الويب كيت انبوت بعدين بليس هولدر، عايز تعمل ايه في البليس هولدر لما تعمل فوكس على التكست اريا؟ عايز الاوباسيتي بتاعته تكون صفر، وعايز الترانزيشن يكون 3 اس علشان خاطر ما تختفيش فورا وتختفي بطريقه ظريفه زي كده. كده تمام وعملت لك نفس الفكره.
لو حابب ان انت تضيف ما يخص المتصفحات التانية عندك الفايرفوكس والانترنت اكسبلورر بالشكل ده، وما تنساش نفس اللي انت عملته ده تعمله في الانبوت كمان. يعني الانبوت اللي انت عامله ده بالشكل ده، هنيجي نعمل كده الانبوت اللي هو not submit، لا احنا عايزين نجيب الانبوت اللي هو مش submit. وادي الفوكس اهي بالمرة هو جاهز عندنا، هنيجي هنا نقول له الانبوت اللي نوعه مش submit لما تيجي تعمل عليه فوكس بعديها على طول تقول له تفضل البليس هولدر بتاعه هيكون بالشكل ده، علشان لو عملت كمان على الاخ الانبوت. وهنعمل نفس الموضوع ده هنا كمان، احنا مغيرين دي هنا بالشكل ده، ونفس الموضوع ده تاني هنعمله في اخر واحدة بالشكل ده، وهناخد البليس هولدر دي بعد الفوكس على طول بالشكل ده. وكده بقى عندنا كل الحقول كلها تقدر تعمل فيها كده زي ما انت شايف. النيم كمان ادي السبجكت كله تمام الحمد لله ومفيش اي مشكلة خالص. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.